سعد المجرد واصل تواجده في موسم الصيف بأغانيه الجديدة، وطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة انت حياتي مع فرقة كليمة، وذلك بعد فترة من الدعاية للأغنية على حساباته بمواقع التواصل. وطرح الفنان سعد المجرد فيديو كليب أغنيته الجديدة انت حياتي على قناته بيوتيوب بعدما يقارب شهر من الدعاية لها على حساباته بمواقع التواصل. وتعاون سعد المجرد في الأغنية الجديدة مع فرقة كليمة والتي شاركته الغناء في الأغنية، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب في فرنسا، وشهدت عدة مفاجآت فنية بها. وفاجأ سعد المجرد الجمهور في أغنيته الجديدة انت حياتي بالغناء بعدة لغات ولهجات، وجاءت الكلمات باللغة العربية باللهجة المصرية، والتي يقدمها سعد المجرد للمرة الثانية في مسيرته الفنية بعد أغنيته الأولى عد الكلام التي طرحها العام الماضي، وكذلك ضمت الأغنية كلمات باللغة البرتغالية والإنجليزية وبعض الكلمات باللهجة المغربية، وحازت الأغنية على تفاعل كبير من جمهور سعد المجرد فور طرحها على يوتيوب. بعد أقل من 24 ساعة فقط من إصدارها، حقق جديد سعد الفني مع تعاونه مع فرقة كلمة 2 مليون مشاهدة على تطبيق اليوتيوب. ويعيش الفنان سعد المجرد حالة من النشاط الفني هذا الصيف، والذي طرح به عدة أعمال غنائية، ومن أبرزها أغنية السهرة صباحي والتي شارك بها في الغناء مع الفنان صابر الرباعي ورضوان، وحملت الأغنية عدة لهجات ولغات أيضا، وطرحها سعد المجرد منذ فترة على قناته بيوتيوب، وذلك قبل أن يعود ويطرح أغنيته الجديدة انت حياتي، والتي كان قد أعلن عنها في بداية الشهر الجاري. وشوق سعد المجرد جمهوره مؤخرا لعدة أعمال غنائية وفنية أخرى في الفترة المقبلة، وسبق وأعلن عن نيته طرح أغنية باللغة الإسبانية لأول مرة في مسيرته، ولكنه لم يكشف عن موعد طرحها، وكذلك أعلن عن نيته طرح أغنية باللهجة الإماراتية، وذلك أثناء تواجده في دبي مؤخرا قبل عودته إلى فرنسا هذه الأيام. وطرح أيضا مؤخرا أغنية وطنية مغربية بعنوان غير البداية مع والده البشير عبده على قناته باليوتيوب.